السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تكون محبوب ومقبول بين الناس بطريقة يعني بسيطة وسهلة لكن قوية؟ للأمانة هي ليست بسيطة وسهلة يعني على طول، لكن على العموم نأخذ عين الهدهد اليمنى، ونأخذ ريشة جناحه الأيمن، ونأخذ ريش تاجه، ونأخذ عين الخطاف اليمنى، ونأخذ ريشة جناحه الأيمن، ثم نأخذ قطعة من جلد الغزال، ثم نأخذ قطعة من اللبان الذكر الخارق أو الروحاني، هذا هو المهم. ثم نأخذ 3 حبات من حبة العشق، ثم نأخذ ورق النصر. بعد ذلك نجمع هذه الأغراض كلها في حجاب، يعني في حجاب أو في قطعة نحاس أو في أي شيء تريدونه داخل مثلا رصاصة مصنوعة أو خاتم، اصنعوا خاتما ثم تحملونه معكم، فإنه يعمل محبة وقبول قوي بين الناس. إذا أردت أن يكون أكثر قوة بالنسبة لي البنات، بالنسبة لي البنات، فإنك تضيف إليه قطعة من فرج الدربانة أو فرج الضبعة. وإذا أردت أن يكون أكثر قوة بالنسبة لي الأولاد وإلى الرجال، فإنك تأخذ قطعة من جلد الضبع أو مخ الضبع. بالنسبة لجلد أو مخ الضبع يمكن أن يكون حتى للنساء، بمعنى يمكن أن تضيف إليه قطعة من جلد الضبع و مخ الضبع للرجال والنساء، لكن بالنسبة لفرج الضبعة أو فرج الضربانة فإنه فقط للنساء ولا يصلح للرجال. نعيد المكونات مرة أخرى: عين الهدهد اليمنى، وريش من تاجه، وريش من جناحه الأيمن، وعين الخطاف اليمنى، وريش من جناحه، وقطعة من جلد الغزال، واللبان الذكر الخارق أو الروحاني، و3 حبات من حبة العشق، وقطعة صغيرة من ورق النصر. وقلنا من أرادت بالنسبة للإناث أن تضيف إما مخ الضبع أو جلد الضبع أو فرج الضربانة أو معا، وبالنسبة للأولاد يحبذ أن يضاف إليه قطعة من جلد الضبع أو مخ الضبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.